لكن اللي يفرحك ويبسطك ويطمنك ان الكل جاهز. يعني لو كلمت على عبد القادر الشحات شريف جاهزين، لو كلمت على تاو وكهربا وطاهر محمد طاهر برضو جاهزين، كل لو كهربا جاهز الحمد لله طمنا النهارده على بعث النادي الاهلي، وهنطمن تاني وتالت على جاهزيه كل اللاعبين الجاهزين طبعا وحاضرين، كله بيمني نفسه بالمشاركه، والدوافع عند كل لعيب بالاضافه طبعا للتيم كله كبيره جدا وتراهم بكره جدا جدا جدا. يعني طبعا شخصيه الاهلي دايما حاضره في كل المواقف الصعبه، لكن تراهم بكره جدا على حاجتين، على روح الفانيلا الحمراء اللي دايما تصنع الفارق، روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بتصنع الفارق في مواجهات الصعبه والمواجهات الكبرى، وتراهن كمان على شعار 11 راجل في الملعب بصرف النظر عن مين الاسماء ومين التشكيله اللي هياخدها النادي الاهلي. هناخدكم طبعا نروح لتفاصيل تانيه من المغرب من الرباط تحديدا، وننقل لكم مشاهد اليوم الاخير او يوم الاستعداد الاخير قبل المواجهه المنتظره. انتم متخيلين بكره الاهلي هيلاعب ريال مدريد، وبصرف النظر عن النتيجه ده في حد ذاته مكسب كبير جدا، ومباراه بالتاكيد لن تنسى. لو وفق فيها الاهلي بكره نكون على اعتاب مجد جديد بيصنعه ابطال القلعه الحمراء، لو وفق فيها الاهلي بكره هتكون اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي. انا ما بنساش مثلا مباراه زي مباراه مصر وايطاليا في كاس القارات، المباراه اللي كسب فيها منتخبنا الوطني بنتيجه 1-0، ما بننساش ابدا النهائيات التاريخيه اللي جمعت بين مصر وكوت ديفوار، ثم مصر وغانا، ثم مصر والكاميرون في ثلاث بطولات افريقيا، او حتى يعني انا شفت دي حضرتها كنت فاكرها كنت صغير جدا، نهائي مصر والكاميرون 86 في استاد القاهره، نهائي مصر جنوب افريقيا بوركينا فاسو 98. فانت بتتكلم على ماتشات ابدا عمرها ما تنسى، لن تنسى، لن تمحى من الذاكره. ماتش بكره قد يكون اهم من كل هذه المباريات، وقد يفوق باذن الله لو تاهلنا ان شاء الله حتى المباراه النهائيه، وان كنت اتمنى طبعا انه اذا استطعنا تجاوز عقبه الريال فبالتاكيد نستطيع ان احنا نتجاوز ايا كان بقى المتاهل من فلامينجو والهلال اللي بيلعبوا مباراه قبل النهائي الاولى النهارده، الجوله الاولى من قبل النهائي هتكون 9 بتوقيت القاهره. انا شخصيا طبعا هكون حريص على متابعه المباراه ومحاوله دراسه الفرقتين عملا في اذن باذن، لانك بالتاكيد هتقابل واحد منهم. يعني لو قدر لينا ان شاء الله ان احنا نكسب بكره هنقابل واحد من الفرقتين على نهائي البطوله على المركز الاول والثاني، ولو لا قدر الله لا قدر الله خسرنا مباراه بكره هيكون عندنا فرصه في تحقيق برونزيه رابعه امام برضو واحد من الفرقتين.